الشخص اللي تعرضت للاعتداء البارح، انا هو سيدي، من طرف شي شخص كون متحلق، انا هو شنو اللي وقع لك بالضبط؟ ما تحكي لي شنو وقع هذاك الانسان ما بينو بينو والو، جا وقف عليا قال لي كتمشي مع شي بنت، قلت له ما كنعرفهاش، قال لي بعدا في الاول جات تحسن لي الواحد خي حمق، قلت له انا ما مشيتش نحسن لك في الدار عنقني، ملي كتمشي لي مع واحد البنت جبد المضاد داك كيضرب فيا في وسط المحل، السيد انا ما كنعرفوش كاع، شنو هو السبب اللي جا عندك؟ السبب قال لك شي بنت، ما بنت كيمشي معاها هو، انا كنت كنمشي له معاها، ما عطانيش الشر وقت يلا جيت نهضر زرب عليا بدا كيضربني، وانا كنت بوحدي ما صلح ليش، كيف نطاكي هو جبد الموس بدا كيضرب، هو من مدينة صفروة، شخص عادي ولا عنده سوابق عدلية، عبد المجيد السعادي. شنو الاجراءات اللي درتي من بعد؟ اجراءات مشيت دابا للمخزن، مشيت للمستشفى ديال فاس، غرزت دابا طلعت للمخزن، هما قال لك حنا كنقلبو عليه، دابا راه جيت باش ندفع له شهادة طبية جبتها من فاس، باش غادي نمشي ندفع له معاه تاني 45 يوم، ومازال درتي المحضر ديالك ولا مازال؟ درت له محضر البارح، البارح درت له محضر، تسنطو الأقوال كاملة، أصلا هو كيعرفوه. مازال ما تمشي القبض عليه. مازال ما تسمش القبض عليها.